كل ما يتعلق بالسومه اللي خرجت ديال الجبايات ديال استغلال الملك العمومي بمدينه الرباط، واللي كنقولوا هاد السومه هذه هي غير قابله للتنزيل، قلناها قبل ومازال كنقولوها، لان هذاك الثمن لا يعقل باش غادي يجي مول القهوه هو كيعيش الجحيم وكيعيش انتكاسه مهنيه بالنسبه للقطاع، وغادي يجي من جهه المدينه ويزيد عليه هذيك السومه هذيك. في العوض فاش كنا كننتظروا من جهه المدينه غادي يدير شي اعفاءات ولا يدير ولا يرطب شي شويه وينقص من هذيك الاثمنه اللي كاينه، راه هذيك الاثمنه اللي كانت بالفعل كانت هي اثمنه غاليه شويه على بعض اربع مقاهي، ما غاديش نعمو. وبالنسبه لنا حنا في الرابطه حنا ديما كندوا وكنوجهوا المهنيين باش يمشيوا يؤديوا ما عليهم من واجبات، حنا ما كنقولوش لهم ما تاديوش، ولكن الاداء يكون في منتوى تناول الجميع، لا بالنسبه للمهني يقدر الاستطاعه ديالو باش يخدم مرتاح ويؤدي الواجبات ديالو، لان الا كانت هكا راه ما غاديش يخدم، هو اصلا ما خدامش مرتاح، المقاهي والمطاعم اصبحوا كيعيشوا ارتباك بالنسبه للمحلات ديالهم، وبالاحرى باش غادي يجي يخلص واحد السومه اللي هي كتفوق 500 درهم للمتر كاري لمده 3 شهور، يعني الا جينا غنحسبوها لمده العام راه غادي تولي في واحد 2000 درهم وما يزيد عليها، 2000 درهم للمتر كاري اللي غادي يخلص هذا رب المقهى، بالله عليك واش متر كاري كنخلصوا فيه 2000 درهم للمترو العام، هذه راه ما ظاهره ما عمرنا ما شفناها. وهذا نداء كنطلبوا من هذا مجلس المدينه باش يتنازل على هذا القرار، وباش ما تكونش عدوى للمدن الاخرى، حنا ولينا خايفين هذا الشيء هذا اللي يعود يشيع للمدن الاخرى، ما يمشي، لان مجلس المدينه دابا الا بغى يتراجع القرار له صلاحيه باش يتراجع على هذا القرار، هذه خاصو يشوف هذا القطاع هذا انه كيعيش محن، كما قلنا راه كيعيش محن مع السيارات المتنقله ولا مع العربات، ولا اصبح الكل اليوم كيبيع القهوه في الشارع في الزنقه، يعني هذه واحد الظاهره اللي هي ولات راها ضربت القطاع، ضربت ليه واحد 50 ولا 60% من المداخيل ديالو، كيف غيدير هذا رب المقهى باش غادي يدي هذه الواجبات هذه؟ احنا ماشي ضد الارزاق ديال عباد الله، ما نبغيوش نقطعوا الارزاق ديال عباد الله، ولكن هذيك الكيفيه اللي كنشوفوا دابا وهذه العشوائيه باش خدامين هاد الناس، كنقولوا من هاد اليد الخفيه اللي دافعها هاد الناس باش ينتشروا بهذيك الكثره وبهذاك هذا، يعني هذه راها كنقول انا شخصيا الراي ديالي الشخصي هذه محاربه قطاع المقاهي والمطاعم من شي جهه، شي جهه باغا تحارب القطاع ديال المقاهي والمطاعم، وراه ماشي كتقتل المقاهي والمطاعم، راه كتقتل حتى السياحه في البلاد. بالنسبه لجمعيه ديال المط، كاينه واحد الجمعيه تما ديال المحليه ديال الجمعيه الوطنيه، راه دارت لقاء البارح مع النائب ديال العمده، ولكن ما خرجوا حتى بشي قرار، ما كاينش شي حل اللي هو وجيه، راه ما كاينش شي حل، هادشي كنا عارفين وما غاديش يكون حل من مسبقا. بالنسبه ل 52000 فرنك 525 درهم هادو داروها للمقاهي المصنفه، ولكن المقاهي المصنفه خاصك تجي تدخل ليها وتشوف واش هو استطاع، واش عندهم دخول باش غادي يخلص هذاك القدر، راه لا يعقل باش غادي يجي تضرب ليه القدر اللي كان كيأدي تضربيه ليه في 5 ولا في 6 المرات، لا يعقل، غادي يعني راه فاقت 100% النسبة اللي تزادت راه ما يزيد على 600%. المطالب ديالنا حنا كنشوفوا لا وزارة الداخلية ولا المجالس الجماعية خاصها تشوف بعين الاعتبار هذا القطاع هذا اللي ما كيحمل وكيجر من وراه واحد العائلات اللي هي خدامة فيه، راه إلا مشى هذا القطاع حتى انتحر مثلا، راه انتحار جماعي غادي يكون واحد العدد ديال الناس وديال العائلات اللي كتجر من وراها واحد الأسر كتعيش من هذا القطاع هذا.